حاليا العمل مستمر لليوم تقريبا العاشر على التوالي بهذا المقطع. المقطع طوله 1800 متر، يعني كيلو و800 متر. العمل جاري على قدم وساق بالنسبه للخطين، يعني الخط الاول هو خط مياه الامطار، قطر الانبوب 1400 ملم، يعني متر و40 سنتيمتر. الخط الثاني هو خط المجاري الثقيله، عفوا قطر الانبوب 1000 ملم، يعني 1 متر. طيب اذا تسمح لي اسال، تفضل استاذ. الانبوب اللي المياه ناقل الامطار لو مياه هذا حاليا هذا الامطار المياه الثقيله حاليا اللي يشتغل به مهندس عبد الرحمن امامك. اي نعم، الامطار ابتدينا قبل مياه المجاري تقريبا قرابه يومين او ثلاثه. كنا نفتح خطوط في اغلب المناطق اللي ماخذيها الشركه المنفذه حاليا، لذلك صارت عندنا فرق تقريبا 5 أو 6 انابيب بين الخطين، خط الامطار وخط المجاري مثل ما يشوف حضرتك. طيب شنو المشاكل اللي تواجهك بهذا؟ المشاكل تربه، بالنسبه لهذه المناطق تربه تتكون من طبقات، الطبقات الاولى هي عباره عن تعريه بسبب العوامل المناخيه، فتقريبا قرابه المتر ونص الى مترين بالبدايه تربه عاديه، لكن بعدها تطلع عندنا تراب كلسيه اضافه الى تراب صخريه الى ان نصل الى المنسوب المطلوب، فيطلع عندنا حاليا حصى اللي هو بحص مثل ما تسموه. طيب اكو مياه تطلع عندكم؟ نعم، مياه الجوفيه بعد المتر الرابع يطلع عندنا المياه الجوفيه، حاليا مشغلين ماطور او ما يسمى بالغطاس حتى تسحب المياه الجوفيه، ومنعاني من مشاكل اثناء ما ينزل البوري لانها تاثر على مستواه ومنسوبه. المفروض ايش تنزل عمق المفروض حاليا بالانفيرت بالنسبه للمخططات 4.7 من بدايه الخط وصعودا 6 ملم. واحد الان هو مد مد مياه الامطار. نعم استاذ. الان احنا حاليا واصلين تقريبا 200 متر بين منهول ومنهول 90 متر عندنا، احنا حاليا راح نوصل للمنهول الثالث. الميل متر لكل متر 1 ملم، فده يصير عندنا بالانبوب الواحد 6 ملم، اضافه الى السيفتي سانتيم بالنسبه للديزاين. طيب الان السقف الزمني المحدد لانجاز هاي ال 1800 متر، خلوا لك سقف زمني محدد لو تشتغل؟ الى الان نشتغل حسب خطه عمل بين الكادر الهندسي الموجود ضمن الشركه. سقف زمني تدري انت حضرتك كل منطقه او كل مكان تطلع به مشاكل، تطلع به عوارض، اضافه الى شبكه المجاري القديمه، اضافه الى مياه الامطار، اضافه الى المياه الصالحه للشرب بالنسبه للمناطق، فيطلع عندنا ابي، يطلع عندنا بوري رئيسي يحتاج الانتباه، يحتاج شو اسمه، فيصير تاخير اضافه الى العواقب اللي تصير بالعمل، تجهيز المواد، مشاكل السونار. طيب دائرة فهذا دائره ماء سامره ما تعاونت وياكم تترك خارطه لشبكه ماء الى الان حاليا ما شفنا احد منهم، لكن موجودين من المهندس المقيم حضره استاذ سرمت، اضافه الى كادر الشركه المشرف علينا المتعلقه بالاستاذ يوسف اعتقد مديرا، والاستاذ فاروق معاون المدير، هم دائما موجودين ويانا، مهندسين الشركه المشرف متواجدين ويانا يعني يوميا. طيب لاستلام اي بوري ينزل يستلموه قبل ان ندفنه. حصلت عندكم عوارض بخط باتجاه مياه اسالات الماء لو ما صار؟ فقط الانابيب الرئيسيه المجهزه للمنطقه تتعارض ويا شغلنا، لكن بدقه وحذر لنستطيع نتجاوز هالمشاكل ان شاء الله، ومستمرين حتى ان نختم. مال خطوط المياه تسهل عليك العمل اذا انطلق خارطه؟ يعني تعرف احنا في بدايه عمل حاليا هذا الاسبوع الثاني، فهاي الامور كلش بسيطه ممكن نتلافاها ان شاء الله بالتعاون مع البلديه ومع المجاري ومع كل الدوائر بالنسبه للمدينه.